السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أوسع نطاق صورة لبطل جزائري، وهو شاب في العشرينيات من عمره يدعى عبد الحميد وينحدر من مدينة سيدي خالد بولاية أولاد جلالة بالجزائر. الشاب البطل أنقذ عدة أشخاص من قاطني إحدى العمارات في حاسي مسعود بعد أن شبت فيها حرائق مهولة. الشاب تدخل قبل وصول الحماية المدنية إلى عين الحدث وأنقذ العديد من الضحايا، ولكن للأسف أصيب بحروق كبيرة على مستوى كامل جسمه وهو طريح الفراش في المستشفى. الجزائريون عبر منصة فيسبوك تفاعلوا بقوة مع هذا الشاب البطل ودعوا له بالشفاء العاجل، كما دعوا السلطات الوصية بالتدخل والنظر في حالته ومساعدته نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.